السلام عليكم. انا دابا بغيت كنطلب، ولدي جاي كيقرا من المدرسه ويتلقى لي واحد السيد جارنا هنايا ضربو بالموطور، بقى كيصوت فيه. طلعت ملي بجيت قالوا لي راه ولدك مضروب، طلعت عندو لقطني حتى انا، بقى يضرب فيا والناس كيشوفو كيهز وكيخبط فيا، معر لي شعري صوتني. انا راجلي والده مع الولاد وعمرو ما ضربني، وانا كنطلب بغيت حقي. انا تحقرت وعندي الوليدات ودائما راجلي كاين وكنهي، ما بغيتوش يدير شي حاجه، بغيت المخزن يبين لي حقي. هادشي اللي كنطلب، الله يجازيكم بخير. انا اب ديال هاد الوليد اللي تعدى عليه هذا خينا جارنا. دري كان تيقرا في المدرسه، تلقى لي في الطريق ضربوه بالموطور وبقى تيصرفق فيه، ومن التالي هود لي المدام تاهي جايه تلومو، تلقى لي تاهي بدا تيصوت فيها هنا في المدرسه ديال سيدي كامل جامعه احلاف قليم بن سليمان دوار حريزيين. ودرك انا تنطلب من السلطات باش دير معاه الاجراءات الاجراءات ديالو. السلام عليكم. انا عمت واحد الوليد تعرض للاعتداء من طرف الجار ديالنا. الدري كان خارج من المدرسه، تلقى ليه بالموطور، كان داز بالموطور، قال لي واخا عليك ترجع، حط واحد السيد في القنطره والجيراننا ورجع لي رجع، صاب الدري غادي هو والدري كاين معاه هما جوج دراري، وهذا هو والدري معاه في نفس السن، غادي المدرسه شدو جروا من 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 عنقو، راه عندنا سيرتيفيكا عندنا كل شيء، شدو من عنقو بقى جارو بالموطور ولاحو ونزل وبقى كيشتف عليه وكيصرفق فيه. الدري بقى مليوح تما غير في الخلا، غير في الخلا، هانتوما غادي تشوفوا معنا البلاصه غير الخلا هنايا، هاد البلاصه ضربو بقى تما مليوح تبشى غير الدري على ممو، قال زيدي راه ولدك راه طايح، كل الناس هاد الناس كيعرفوك الدري غيبقى تما طايح، تهزو لومبيلونس، هز مسكين الدقه خاف لي يرجع يقتلو. ومشى ملي جات الام ديالو في النص طريق تلقى ليها، بقى كيضرب في الام ديالو ويضرب فيها، والناس ما كاينش اللي فكها، الناس هنا ما كيفكوش نهائيا. تقدمنا بشكايه للجندارم ديال المليله، عندنا شواهد طبيه، وحده فيها 24 يوم ديال الولد و22 يوم ديال الام، رجعناهم. السيد عيطوا لي نهار، هادشي وقع نهار 2 نهار 17 ماي، هاد السيد اللي اعتدى عليهم عيطوا لي الجندارم نهار 3 تصنتوا لي، مشى خويا والوليد ومراتو تصنتوا ليهم حتى هما. السيد في العشيه خرج، انا شخصيا وليت كنجي نشوف الاهل ديالي كنخاف على راسي بزاف.